عاد الغائب الحاضر بعد إجازة طويلة. عام دراسي جديد. في هذا المنزل بدأ المشوار بيوم تعليمي عن بعد. الأب ياسر دكتور في جامعة القصيم يلقي محاضراته على طلابه، وابنه في المرحلة المتوسطة يتلقى تعليمه عبر منصة مدرستي. جدول اليومي لجميع أعضاء الأسرة من ناحية الأبناء ومن ناحية أنا كأستاذ، تجهيز الدروس الصباحية، كل واحد يجهز نفسه، حضور المحاضرات، كتابة الواجبات. أنا أستغرق وقت خلال إعطائي بعض المحاضرات في الصباح. التعليم الإلكتروني أيضا حافظ على صحة الأطفال داخل المنزل، أقل المخالطة. طلاب بهذا السن لا يعون مدى خطورة الجائحة. في وقت لا تكاد فيه الأجهزة اللوحية أن تغيب عن أيادي أفراد المجتمع، ليأتي التعليم عن بعد معزا عند هذا الطالب التعليم الذاتي، جاعلا من جهازه هذا أداة للبحث عن المعلومة. أنا بغرفتي أدرس وكذا، ما حد يدخل علي بالحالي، لو أحتاج أحد أناديهم. أبوي بالغرفة الثانية هو يعلم طلابه، أنا هنا أتعلم من مدرسي هنا، راح الواجباتي لو عطان واجب. جيل 2000 متولع بالتكنولوجيا من ناحية الجوالات من ناحية الأجهزة اللوحية. وجود المحاضرات والتعليم عن طريق هذه الأجهزة قد يكون عامل إيجابي في رفع التعليم لدى هذه الفئة الجديدة من الطلاب. صحة الكادر التعليمي والطلاب كانت لها الأولوية في تحديد آلية العودة للدراسة لضمان استمرارية العملية التعليمية وفق الإجراءات الاحترازية. أحمد العثمان، MBC، القصيم.